معكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2 إضافة شادو كيب. طبعا أنا أعتذر عن المقطع الأولاني، السبب مو مني، سفرات جدا سيئة، عطلانة، خربانة، حتى الأصحاب اللي بلعوا معي عندهم نفس المشاكل. صرنا إحنا ما نمركزين في اللعب وقاعدين مركزين في المشاكل. علوم أنا كمان اليوم جايب لكم شيء أكتر من المشاكل اللي موجودة حاليا. طبعا احنا عارفين انه لو انت تشارك مع صاحبك في لعبة سواء كان في الاكس بوكس او في البلاي ستيشن الاضافات بتجي عندكم، اوكي؟ طبعا انا ديستني شاريها على حسابي، الاضافات كلها شاريها على حسابي ما عدا الاضافة الاخيرة اخذتها على حساب صاحبي اللي هو مشارك معي، ما جاني السيزن باس زي ما انتم شايفين كله عليه قفل. طبعا قعدت انا اقرا في كل المواقع اللي بتختص ببنجي وعن طريق موقع بنجي، في النهايه وصلت من بنجي نفسهم يقول لك انه بلاي ستيشن واكس بوكس 1 ما يتعرفوا بالسيزن باس هذا على انه اضافه، فلازم تشتري. هم ما قالوها صريحه لازم تشتري، هم كذا قالوا لك انه ما يتعرف عليها اكس بوكس وبلاي ستيشن 4 على انها اضافه تتشارك بين اللعيبة، واعتقد هذه حركة هي مقصودة من بنجي. طبعا يبوا فلوس، كيف حيجيبوا فلوس؟ وهذه قيمتها 50 ريال عشان تاخذها الوحدة 50 ريال، فالآن أصبحت الشراكة ما منها فايدة. طيب هذا هو الشيء اللي مزعلني. طيب نحن نتكلم الآن كيف تقدر تلعب شادو كيب بالطريقة الصحيحة. أنا أفضل إنك أنت تلعب أول وثاني ميشن فقط في الإضافة، بعد كده روح لفل في أي محل، روح ألعب سترايكات، ألعب جامبت مثلا، هنا عندنا شغالة اللي هي المناجري عشان ترفع لايتك ل 900. ليش لا تلعب الكامبين؟ لو لعبت الكامبين أو طور القصة، القصة بيعطوك باور في الجير، جير عالي جدا، فحرام أنت تقعد تلفل وما وصلت 900 ويضيع عليك الباور فول جير ده الفاضي. لكن انت اوصل 900 بعدين روح العب القصة، راح تطلع اكتر من 900، افضل من انك انت تروح تلعب القصة وتضيع الباور فول جير كله. انا طبعا راح علي واحد باور فول جير للأسف، لكن انا انصح سوي المهمة الاولى فقط وانسحب، روح العب اي شيء تاني، العب سترايك، روح العب مثلا في كوكب مون، روح سوي بابليك زي يعني ما تبى الاشياء التانية قديمة عليك، تبى شيء جديد روح العب في كوكب مون، سوي بابليك ايفنت، سوي اي شيء، روح العب بالسترايك حقهم ده، عيد وزيد زي ما تبغى. طيب كده احنا حنبدا نلعب، وانا بصراحه باقي لي السترايك ده بدي اغلقه، بعد كده حلعب سترايكات واي شيء ثاني. طيب انا حلعب معاكم سترايك واحد وبعد كده راح انهي المقطع عشان لا تملوا، حقعد ادخل سترايكات وادخل بابليك ايفنت اشياء مكرره. ولكن الشيء اللي مزعلني اللي هو موضوع السيزن باس، للأسف ما أدري إن كان حيحلوه ولا لا، ولو حلوه راح أخبركم، لو في أي معلومات جديدة حتى لو قبل لا تنحل برضو راح أبلغكم. طيب لو إنك حبيت تلفل أسرع وما تبي تخش في السترايكات والبابليك والكلام ده، في طريقة سريعة تعتمد على الموارد اللي عندك اللي هي التوكن، التوكن حق زفالة الفانغارد، التوكن حق الكريسبول، حق تشاك الريد بانشي، هذه كلها برضو راح ترفعك ل 900 بسرعة. بس انت خليك شوية اذكى من اللعبة، يعني لو كان ناقصك سلاح او سلاحين عشان توصل اعلى لا تروح تفك عند زفالة وتروح تفك عند تشاك، لا روح فك عند بانشي، بانشي حيعطيك اسلحة فقط، فكده تقعد تسوي زي الموازنة بين التوكن عشان ما تضيع توكن الفانغارد كله حق زفالة او انك تضيع التوكن كله حق شاك، فانت سوي بالانس، شوف ايش اللي ناقصك روح فك. حتى الريد، ترى الريد بيعطيك دروع كويسة اكتر من الاسلحة، اعتقد بيعطيك دروع، فهذه كل الطرق تقريبا انا اشوفها ان شاء الله انها تساعدكم. أما إنك تروح تلعب القصة على طول كده وتضيع الباور فول جير بعدين حتقول يا ريتني ما لعبت القصة تسرعت.
طبعا اللي بيسوي سويتش بين الكاركتر برضه ينفع انك تنقل اسلحتك القوية على الكاركتر الجديدة تبدأ تلفل، لكن زي انا ما احب العب الا بشخصية واحدة واخلصها وبعد كذا العب بشخصية ثانية، ما احب اني اضيع كل المتعة مرة واحدة، احب استمتع في شخصية واحدة، احلل اللعبة زي ما يقول. ما يهمني اني اوصل 960 في يوم، لا بالعكس ما عندي مشاكل، حتى لو 3 أسابيع في الشهر ما عندي أي مشاكل يعني. فلا هذا التيم اللي معي شكله بيذبح وأنا قاعد أتكلم بس والله عليك. أوه هذه مين دي؟ هذه بنت كروتا، شكلها هي البوس اللي هنا صح؟ هي اختفت، شوف هي البوس اللي هنا. طيب اللي معايا جلادين ما راضي يخليني ادي ميلي، فانا بدي ميلي عشان احاول سوبر يرجع بسرعه، هذا السبب. طبعا لا تهتم في الاسلحه وتسوي انفيوز وتضيع الموارد اللي عندك، لا لا خذ الاشياء اللي تطيح لك استخدمها، لا تضيع موارد في البدايه، بعدين لما توصل فوق 900 ابدأ خلاص. حتى لو تلعب بجير ازرق انا ما عندي مشاكل، اوصل 900 بعدين ابدأ اضبط امورك ورتب اوراقك تمام والعب بريحية. والله حسدت خويه طايح هناك مسكين. ليه يا ولد اداني ميلي طيرني؟ صح خوينا افضل. زي ما انتم شايفين شو السوبر بسرعه جو، ان شاء الله بعدين اوريكم البلد هذا كيف تلعب بيه. دول متحارين دول. قوموا يلا نقدم قدام. طبعا اللي ما لعب ديستني الان مجانا تقدر تلعبها، طبعا ما فيها الاضافة هذه الاخيرة، ولكن في الاضافة حقت السنة الاولى، اضافة السنة الثانية والاضافة السنة الثالثة هذه ما هي موجودة، بس هي لعبة ممتازة ترى، يعني من أفضل الألعاب اللي أنا ألعبها، فجربها هي مجانا، فيها أشياء كثير، فيها ملتي بلاير وفيها شيء يجمع بين الملتي بلاير وبين البي في إي اسمها جامبت. فنصيحة أي أحد ما لعب ديستني روح جرب اللعبة مجانا الآن، موجودة في كل البلاي ستيشن إكس بوكس والبي سي، حتى جوجل موجود عليها، اجربها، مو شرط انك تشتري اضافة ويلا وروح اشتري كل شيء، لا جرب اللعبة كده على المجان ونشوف ناسبتك، بعد كده لو تبغى شيء اشتري، لا تشتري كل شيء. ممكن تاخذها لو في على تخفيضات اي شيء بعدين عادي، انه مجرد السنة الاولى والملتي بلاير ممكن ياخذ منك كثير وقت عشان تغلب.
طبعا حكاية الفينشر موف دي والجديدة هذه اللي مسوينها صراحة جيدة، فكرة حلوة، دخلني جو الار بي جي الام ام او العاب هذه. معقولة كده على طول عن قاتلة بسرعة؟ هذه بنت كروتو. طبعا انا لعبت شوية في السترايك هذا وفصل عليه السيرفر، فاول كان بيتكلم الجوست، الحين شايفه ساكت ولا بيقول اي شيء، ما نعرف. طبعا انا استحل بلعب فيها ترى، ما اسلحتي اللي انا العب فيها دائما او اعتاد اني العب فيها، لكن هذا هو حال التلفيل، تلعب باي شيء يطيح لك، تكون قوي العب بيه. اخيرا ايرس مورا تكلمت، ما حد راضي يتكلم، وحتى من بعيد يجي فينشر موف عليه. تاس The singular notion that drives them, however, is not so easily extinguished. هو هذه القلعة دي، هذا الشادو كيب نفسه. كويس انه رايح على طول في السترايك. والله الوضع ما يطمن. في مراكب هناك سامع، ايوه فوق، شوف شريكر. قاعد فوقي؟ والله بوس رايفل مو بطل، دمج كويس، شكله مزود دمج ال 390 390 البوس رايفل، ما كان يدمج كذا. وصلنا، تقول لك فين؟ منتصف الكيب. شوف بدأ يتكلم الآن الجوست، شكله البداية ذيك اللي ضرب عليه السيرفر فيها. والله فين ده راح؟ ايه العق، تعال راح علي، خلينا نسوي ذا فينشر موف ما دام ما في حد. والله عندي كل الغشن انا، شريكر اخوين استعجل الله يهديه. طبعا شوف انا اللي عاجبني في ديستني
انه خلاص كذا واحد عدى لك يسوي لك جون ارايس ويجونه، ما يحتاج انك تزعل وتخرج برا الملعب، استنى شوية وخلاص. هاي كريستال شكل لازم يذبح لنا كلهم بعد تفك معنا. يلا البروس رايفل 390 صراحة ضبطوه. ابى اشوف ايش يسوي البايجون. بايجون اكيد ستوري، اعتقد هذا البوس اليوم صح؟ لوتنت فك الكريستالة. ايه فكت، تعال بسرعة لا يطلع شباب. ايه كلهم موجودين. She's certainly going through considerable effort to settle a grudge. But vengeance, as you are aware, can be quite soothing. هذه كنا خلايا حقتهم والله. ابواب وهم من جد في احد؟ اعتقد غرفة ثانية هذه، لازم نطلع. يابا افك السوبر على طول، هذا بيروح هنا وراح المكان الثاني. ايه هذا البوس عندي. كله نظيف. بين كريستاله. حيطلع هنا شكله يلا. والله الاسانسير هذا ولا المصعد ما حينفع معه لا بابل ولا ويل، لانه بيطلع بيختفي البابل عليك وبيختفي الويل. فاعتقد النايت فول هنا حيكون الضرب للركب زي ما يقولوا. هذه بنت كروت اللي لعب دستني. الحشرة دي الحشرة دي، هذه حلاوة السوبر ده. لو وديت ميلي ولا جرينيت تفجروا جنبك تهيل على طول، حتى اخويانك لو كانوا جنبك. بس انا هنا محشور حشرة طبيعية. أعتقد لازم نذبح الساحر الثالث. ايه تفك بس والله اوقف انا بس كده نشيل اوقف نمشي. من زي ما انتم شايفين السوبر عندي بيجيني اكثر من غيري، عادة السوبرات ما تجي بسرعة. بدأت الملاعب. It's over. بس كم
كم بيعطينا؟ واحد غالبا كان يعطينا اثنين ثلاثة نجرام. طيب بس رايك كده على كده بطيء حيكون التنبيل دي. اعتقد لازم الان نروح لأيريس مور. بس انا كده وصلت لنهاية المقطع لانه ما حكمل القصة الى ما اوصل 900. ان شاء الله نشوفكم في مقطع جديد باذن الله. مع السلامة.